يو السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في لاجانتاي. جيسبر تكونوا كاملين لاباسكم، اللي تكونوا بون سونتي. معكم خوكم زينو ومرحبا من الجزائر. عوده الزعر في اغنيه جديده الموت والخوانه. يعني اشاك فوا الزعر يجي يبعث ميساج لهذوك الناس اللي بزاف ناس يلحسوهم مالغري كو عارفينهم باللي هما مصدر الفساد. دونك يلا نشوفوا هذا الفيديو ونديروا رياكشن عليه ونديروا عليه تعليق. ما عليكم غير ديروا لايك وابونا في لاجانتاي، ابونا حتى في الانستغرام تاعي وبارطاجيو ماكسيموم، ديروا كيما تبغوا. يلا نشوفوا هذا الفيديو مع بعض. Okay. Production by 88 Young. Big up 88 Young. يعني فنان في صناعة ليزاس شوي. احترام. وحتطف اللي خصتكم متبادلة. إلا ما احترمتش كمواطن مغربي واحترمت الثقة اللي درت فيك، ما غاديش نحترمك ونخسر عليك جوج كلمات. الموت للخوان. نزار. أنا نقول لكم على حاجة، هذا نزار يناقش واحد لي سوجي. ماشي تهم المواطن المغربي فقط، وإنما حتى الجزائري تهمه، حتى المصري تهمه، حتى التونسي تهمه، حتى الليبي تهمه، لأنه نفس الشيء ينطق. يعني نفس الأمور التي تطبق على المغربي تطبق على الجزائري وعلى التونسي، نفس النظام سبحان الله العظيم. وكأنه يعني الإنسان هذا اللي دار الأنظمة العربية والأنظمة تاع الدول العربية هذو دول عالم ثالث، يعني إنسان واحد سبحان الله العظيم. أغنية الالترا. فوالا، هذا ما بقى لي يعطي الصح غير لي رابور احرار ولي زولترا في السطاد بيان سور. نزار نزار، ما بغاونا نقرا وما بغاونا نوعا والو، بغاونا كي الخدم حنين الراس وغادين كنرعاو، غرقونا في الفقر ناكلو بعضياتنا يا نسعاو، خلفونا بالدل باش هما يتكساو وحنا نتعراو، راه وصلت اللحظة نديرو معانا الحل ولا تنحاو. تانا بغيت نفهم غيش نعطاتني وعطاتك هاد البلاد، ما تقوليش العدل والرجال في الحباسة مشدودة غي ظلم، فين المساواة والشباب عنده حق وباقي حلم، فين الكرامة حتى من البوليسي كيبكي بالدموع، ما تقوليش الوطن والناس بين الجبال كتموت بالجوع، مرحبا بيك في عرض الظلم عرض الظلمات، شحال من مظلوم فيها فيها شحال من راجل فيها ظلمات. الموت الخوانة، الموت اللي شفرونا، الموت اللي باعونا خونونا واللي خانونا، ما بغاونيش نقول اللي في قلبي، ما بغاونيش نقول الحق واخا قلبي مجروح واخا واكل الطاقة. الموت الخوانة عالشعب باينة، عالشعب عالشعب. بغيت نزيد واحد الحاجة وبرك، سي فري كو بلادنا حنا يعني كاين ناس محتاجين وكاين ناس مظلومين وكاين ناس دون لو بوزوان، مي بغيت برك نقول واحد الحاجة، يعني باش ما نقطعوش الأمل ولا سبواغ لكاع الناس. يعني هاد النقائص كاينين في كاع الأحكام. باغ إكزومبل في أمريكا شفت اون فيديو ريسونت وين كان واحد الإنسان دخل للسجن ظلما وعاودوا فتحوا القضية بعد سنوات من السجن، وصابوه باللي هو ما كانش هو الظالم وما كانش هو يعني المنفذ الحقيقي للجريمة هذيك وخرجوه. ولكن التعويضات المالية يا خوتي تعويضات خيالية وأسطورية، ما تقدروش تيماجيني وش حنا عوضهم. دونك يعني هذه بين قوسين فقط، ولكن الحقائق اللي يقولها الزهر يعني اعمق من اي حقيقه تقال. الموت اللي شفرونا، الموت اللي باعونا خونونا واللي خانونا، ما بغاونيش نقول اللي في قلبي، ما بغاونيش نقول الحق واخا قلبي مجروح واخا واكل الطاقه. منين بغيتي نبدا لك تتممرت ولا مولاي الشريف، علاش بغيتي ندوي الناس تجراطه ولا الناس دريف، فاش بغيتي ندوي لك في الماضي ولا اللي كنعيشوش، من وطن كتقول لي اللي رامينا ولا اللي كليتوه، الفقير فقرتوه الغني غنيتوه، التعليم خوص الصوح حتى من الدرويش راه قرتوه، لا صحه لا سكن لا تعليم ولا هم يحزانوش، من عداله اجتماعيه وانتم كطبقوا غير على التراويش القانون. هضرتي غطر كاع اللي شادين البلاد كيفصلوا فيها وياكلوا الخير، هضرتي واضحة الفم القلب ماشي باللغة الخشب، ما انا سياسي ما كنت مول، انا واحد من الشعب، خدموا لي دوسي كون تقيل قنار ما يكونش خاوي، شوية من دوسي دبو 20 وشوية من المهداوي، لا غتقمعني حق التعبير قول لي اشنو ساوي، بكاع لغات العالم الحرية القناوي. بكاع لغات العالم الحرية القناوي، ومن كل دول العالم الحريه القناوي، من عند زينوا ماشدي ان شاء الله الحريه القناوي، ربي يطلق القناوي صراح القناوي ان شاء الله، وربي يطلق صراح جميع من الواحد مظلوم مظلوم جو بريسيز مظلوم في هذه الدنيا هذه. اما الانسان اللي يدخل للسجن يعني بظلم، ما تكونوش حاقدين وما تدعولوش بامور سلبيه، وانما تدعولو بالهدايه، ربي يهديه ان شاء الله، وربي ان شاء الله يفكروا باللي الامور اللي يقوم بها هي امور خاطئه صراحه. هذه القضية تاع القناوي قضية حساسة جدا، علاش؟ باسكو فنان ومعروف ومشهور وجا في واحد البيريودا شوية سونسيب، والناس ولات تتأول وتقول واحد المقولات، ولكن يعني حالته كحال العديد من الأشخاص يعني
كيفاش نقولها لكم، تكون كاينه قضيه من القضايا اللي هو ما عندوش دخل كبير فيها، ومن بعد يدير شيء يعني منافي للتعاليم اللي لازم يكون عليهم يعني في الدوله تاعو، يعاود يجبدوا له هذيك القضيه باسكو ما يقدروش يديروا له ولا شيء بسبب هذاك الامر اللي داروا منافي للتعاليم، يجبدوا له هذيك القضيه القديمه ولو ما كانش عنده دخل فيها كبير ولا ما يتحاسبش عليها يعني بشكل كبير، هما يعطوا له اقصى العقوبات عليها مالوغوزمون. مي مالغري تو نطلبوا ان شاء الله ربي سبحانه هو العداله الكبيره هو كل شيء يطلق صراح القناوي ان شاء الله يا ربي، وكاع من واحد مظلوم باسكو حتى في بلادي انا ونعرف ناس مظلومين في السجون، حتى في فرنسا ايه في فرنسا نسيناهم كاع خوتنا يعني لي كوزان تاعنا، راهم كاينين بزاف ناس مظلومين فماك ومقهورين باسكو كاين واحد الامر اللي ما كاش بالك في بلادنا بون ما كاش بشكل كبير كيما كاين هي، كاين واحد العنصريه يا خوتي تجاه الشباب اللي مسكين عطال على العمل واسمه محمد ولا احمد في اوروبا، والله يعاني يا خوتي راهم يعانيوا ويقاسيو، ونعرف ناس انا نتمنى ان شاء الله ربي سبحانه يبين الظالم ويبين المظلوم ان شاء الله يا رب. خوانا الموت اللي شفرونا، الموت اللي باعونا، خونونا واللي خانونا، ما بغاونيش نقول اللي في قلبي، ما بغاونيش نقول الحق واخا قلبي مجروح واخا واكل الضاق. خوانا الموت اللي شفرونا، الموت اللي باعونا، خونونا واللي خانونا، ما بغاونيش نقول اللي في قلبي، ما بغاونيش نقول الحق واخا قلبي مجروح واخا واكل الضاق. عشاب يا اخي قلنا هاني وسرطناها، قالوا علينا غي خوانا حتى هي بلعناها، قالوا غي عاودوا لنا الترابي حتى الهادي وقف، المقاطعة حتى الموت احسن صقلة بلا كف، كنعصر عقلي وكنخرج لك كاع السخط اللي في قلبي، الدنيا قراتني جوج الحوايج نركع ونخاف من ربي، باغي نتحاربوا البطالة وفروا مناصي بالشغل، باغي نتحاربوا الاجرام حاربوا صقل من الجدر. نصيحة برك خوتي سمحوا لي هذه نصيحة تالية، كيما قال القناوي الدنيا علمتني غير نخاف ونصلي لربي سبحانه، صلاة خوتي صلاة، مالغري تغلطوا تشربوا شراب نوضوا صباح واغتسلوا وصلوا، تكيفوا مخدرات نوضوا الصباح اغتسلوا وصلوا، تهضروا مع ابنات نوضوا الصباح اغتسلوا وصلوا، صلاة خوتي صلاة والاستغفار ما تسمحوش فيها يا خوتي، ما تسمحوش فيها ما تسمحوش فيها، وقبل النعاس قبل ما ترقدوا خلوا اخر حاجة ديروها حاجة مليحة مع ربي سبحانه، اقراوا آية الكرسي اقراوا شوية قرآن استغفروا الله صلوا على النبي سبحوا، يعني خلوا ديما الحاجة الأخيرة اللي ديروها في النهار هي أمر إيجابي مع ربي سبحانه، يعني نصيحة من عند خوكم زين وماش الدنيا قصيرة خوتي الدنيا تجري والله غير تجري، شوفوا على النصيحة هذه كيفاش غتزيدوا بالبلاد والفساد فيكم توغل، كيفاش غنتيقوا فيكم وانتم كتقتلونا بالمهل، كتغرقوا راسكم في العز كتغرقوا الشعب في الدل، الوطن ديالكم احمر الوطن ديالنا راك حل راك حل، الناس كاعية ساخطة حاقدة حاقدة، الناس باغية عيشة مقادة مقادة، عطيونا حقنا ولا حلوا الحدادة ولا جمعونا كاع وديروا لنا إبادة. الخوانة الموت اللي شفرونا كاش إبادة خويا الزعر، انت عندك طالون عندك فن وعندك إمكانيات كبيرة في الراب، عندك الفن هذا تقدر دير به مسيرة كبيرة في حياتك، تقدر تدي مسيرة شباب كاملة تتبعك، يعني تعطيها ميساج برك بسيط، عندك شعب عندك جيش يحبك يا الزعر، لابد عليك أن الرسائل تاعك تكون في الصميم، وراي عندك مسؤولية كبيرة أمام الله عز وجل، راك تخدم في راب جميل جدا، لابد عليك تستغل هذا البوس وتستغل هذا الشباب اللي تابعك في صالحهم وفي إيجابيتهم وفي إيجابيتك أنت إن شاء الله في المستقبل مع ربي سبحانه، يعني الزعر صراحة عنده واحد البحة الصوتية ما تلقاهاش عند رابر واحد آخر، شغل يهضر يهضر مقصح يهضر يعني من القلب، هذا الشيء سبيسيال وخاص بالزهر، وصراحة بيغ اب ليك من الجزائر ودير كلامي في راسك، مالغريك بالك انا صغير عليك بالك ما عنديش تجارب كيما انت، ولكن نصيحة يعني تجي من عند اي واحد يعني في وجه الله في سبيل الله. الموت اللي باعونا خونونا واللي خانونا، ما بغاونيش نقول اللي في قلبي، ما بغاونيش نقول الحق واخا قلبي مجروح واخا واكل الضاق. الموت الموت اللي شفرونا، الموت اللي باعونا خونونا واللي خانونا، ما بغاونيش نقول اللي في قلبي، ما بغاونيش نقول الحق واخا قلبي مجروح واخا واكل الضاق. الشعب والشعب الى اخر الحياة، والشعب الى اخر نقطة من الدم. مكتامة بداها بأغاني الأوترا وكملها بأغاني الأوترا. في
في بلادي ظلموني الرجاء. واعتقد بلي بدا باغنيه الوداد رسائل عميقه من هذا العميق الفنان الرائع والقدير الازهر خاوتي خواتاتي. كانت اغنيه يعني الموت للخونه والرساله واضحه وديما عجبهم كما يقول لطفي دبكانو في احدى اغنياته. شكرا لكم على حسن المتابعه الاصغاء. رسالتي كلها قلتها ورسائل الازهر كانت اعمق من اي رساله اخرى. تهلاو في روحكم ديروا لايك بارطاجيو ماكسيموم. رابط الاغنيه موجود في الديسكريبشن بوكس. ادعوا بالخير ان شاء الله، ادعوا بالخير وربيت لك صلاح قناوي. كان معكم زين ومرحبا بالجزائر. فيس.